إذا فاجأتكم وقلت لكم أن البنزين والكذا يصدر بواسطة نواب من الأردن إلى خارج الأردن إلى لبنان وسوريا، هو ليس إلى لبنان بس لكن إلى سوريا، هل هذا مستفيد ولا مش مستفيد؟ دقيقة دقيقة، نواب يصدرون البنزين إلى سوريا، إلى سوريا ببيانات جمركية على حساب لبنان وهي ليست إلى لبنان. كيف كيف بتقولوا يا أردن؟ شو بتقولوا؟ طيب عفوا كيف ما بدكم توقفوا مع المعلم الآن اللي بده ياخذ 50 هالليرة ويصرف في سندويش فلافل يطلع له في تاكسي صح؟ وين لا طبعا ولا ايش؟ وين بده يروح فيها؟ المعلم اللي في الطفيل ولا في خريبة السوق ولا في الجربة ولا في ضروح ولا في نعيمة ولا في المفرق اللي بقول لك المفرق فكت، فكت مين فكت؟ ولا في المنشية يا بستنجية يا أبو حمور، المعلم اللي عندكم البستنجي لما يأخذ 50 ليرة وين بده يصرف في نفس الشيء؟ مو عندكم هالقليل بحرككم شوي، هو رايح يسكر فين برا زي النواب والوزراء والقادة العظام؟ وين راح؟ رايح يرقص فين في قبرص يلعب فيه قمار وطقرة؟ طقرة احنا بنعرفه فاكرها؟ طبعا ليش يعني ليش احنا مثلا مستحين زيادي خجلانين زيادي هذول مرسلين علينا من الله حتى نظلنا ساجدين لهم؟ اعطونا الفرضيه، انت الشعب الاردني اعطينا الفرضيه، وجه واحد الي رساله او كان كذا رساله موجهه يا سيدي بشكره عليها في الفيس وما الفيس، يا غازي الهواء يا صالح العرموطي يا صداح الحبش، خطيه المدارس والقطاع التربوي في رقبتكم لانها ليست كالفوسفات تباع او كذا. طب شو الحل؟